نبتدي حلقتنا النهارده بسؤالنا، ايه هي توقعاتك لمباراه مصر والكاميرون في الجوله الثالثه من كاس امم افريقيا تحت 23 سنه؟ طبعا اكيد عارفين ان النهارده الساعه 8 مساء ان شاء الله مباراه منتخبنا ومنتخبنا الاولمبي في دور المجموعات في كاس امم افريقيا تحت 23 سنه. منتخبنا بقى المصري الاولمبي ضمن خلاص ان هو يتاهل لقبل النهائي، لكن عنده ماتش مهم جدا مع الكاميرون، وهتشوفوه طبعا هنا على تايم سبورتس على التردد الارضي. عاوز اعرف منكم توقعاتكم ايه للماتش ده، شاركونا باجاباتكم على تويتر وعلى فيسبوك طول وقت الحلقه على هاشتاج البرنامج 7 في 7. ان شاء الله في نهايه حلقتنا النهارده نستعرض معاكم اهم الاجابات اللي هتوصل لنا.